بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا لكم مع هذه المرة مع لا ليغا الإسبانية. مباراة قوية في إطار الجولة 27 من البطولة الإسبانية المحترفة لكرة القدم، وين استضاف اليوم فريق برشلونة، استضاف نادي ريال سوسيداد. مقابلة قوية، سوسيداد من بين الأندية القوية في إسبانيا، تقريبا الأندية تاع المستوى الثاني في إسبانيا هي وفياريال وأيضا أتلتيكو بلباو. تقريبا دائما المقابلة تاع هذه الأندية مع ريال مدريد أو برشلونة تكون صعيبة، وين شفنا اليوم قبل ما نتكلموا على المقابلة برشلونة بعد الهزيمة الأخيرة في البطولة الإسبانية ضد ريال مدريد، وأيضا مقابلة تاع التعادل في رابطة أبطال أوروبا أو دوري أبطال أوروبا مع نادي نابولي في نابولي الإيطالية. اليوم سوسيداد في المرتبة السادسة ب44 نقطة ناقص مقابلة، في المرتبة السادسة في الترتيب العام للليغا الإسبانية، تنقل إلى برشلونة. برشلونة اليوم مقابلة قوية، وكان لازم على رفقاء ميسي باش يبينوا ردة فعل تاعهم بعد الهزيمة كما ذكرنا في الدوري مع ريال مدريد. المقابلة تقريبا كانت قوية، وشفنا في البداية تاع الشوط الأول كان فريق سوسيداد كان منظم، وكان الند للند مع فريق برشلونة. البرسا كان عندها تقريبا زوج لقطات من ميسي، كاد يسجل على إثرها ميسي لأنه ما سجلش. في الشوط الأول انتهى بالتعادل، إلى غاية الشوط الثاني كان هناك أداء تقريبا متوازن بين الفريقين، إلى غاية الدقيقة 80 وين شفنا ميسي سجل هدف البرسا عن طريق ركلة جزاء وين حرر فريقه والزملاء تاعو. بالتالي هذا فوز ثمين لبرشلونة للاستمرارية في السباق نحو التتويج بلا ليغا هذا الموسم، خاصة بعد الرجوع تاع ريال مدريد في الآونة الأخيرة، وشوفوا الأداء تاع ريال مدريد اللي راه يتحسن. دونك بعد هذا الفوز يضغط برشلونة على ريال مدريد، والآن البرسا عنده 59 نقطة في الريادة، متبوع بريال مدريد ب 56 نقطة ناقص مقابلة. دونك غدا إن شاء الله راح البرسا ريال مدريد راح يلعب مقابلة تاعو، وإن شاء الله نديروا عليها فيديو. نشكركم على المتابعة، ونتلاقاو إن شاء الله في الفيديوهات القادمة. سلام.